السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. بعد أن شاهدنا القارئ محمد الفقيه في مكة المكرمة لأداء العمرة، هو الآن يتجول في بلد الحرمين، بلد الإسلام، في جميع مناطقها، وكل يوم يظهر لنا بفيديو جديد وتلاوة شيقة مع الأصدقاء الذين يقابلهم ومن يعزمونه في كل ملتقياته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فحبيت أشارككم بعض الفيديوهات التي جاءت من هناك للقارئ الشيخ محمد الفقيه. نسأل الله له القبول والثبات وأن يجزيه الله خير الجزاء على هذه التلاوات الرائعة التي تشنفنا وتقربنا إلى الله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمحبين الخير في المملكة العربية السعودية هم كثير، والملتزمون في الدين الإسلامي الحنيف كثير، فجزاهم الله خير على هذا الاستقبال، سواء كانوا من الأبناء الجالية اليمنية أو من إخواننا في المملكة العربية السعودية. أترككم الآن مع بقية المقاطع الذي حصلنا عليها من هناك وقد جمعناها من كل مواقع التواصل الاجتماعي وأعرضها لمحبي الشيخ محمد الفقيه بهذا الفيديو. جاءوا بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني
الإنساني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.